عيل سبع القنطر صفقة. ايش فيك ما تقول لي؟ تدري شدة وراحة شدة الله وكيفكم. اليوم دافية خالد تقول لي مرة ثانية. حسين واقف جان بن عباس جاء او شاف ملج الموت واقف لي ورا قال له جاء تريد تقوم روح اخوي استحى ملج الموت دنك شاوره قال له طالب حاجه منك قال له قول قال له خلي يدعي لسبع القنطر صلوات على محمد وعلى محمد. اسولف لك عجيبه وبيها صح القول انا ما اسولف عليك قصار وطواض محمد بشر مثلك بس عجيب البيه يندار على ظهره يشوف القباضه يا ولقال حيدر مو للاسلام ساجد جابت امه ومنحن ربه طلقت كعبه الله بحيدر الكرار من ثقلي الحبيل شك حايط الكعبه قالوا لابن السيد هاجر ما يرجع بس تتصور للحبيب هذا الحبيب الله وكيلكم واحد واحد ان شاء الله نتمنى من كل العراقيين يساندوا ويوفون وياه. قالوا لابن السيد هاجر ما يرجع بسك تتصور عم وقع ندفع لك ما تطلب ترتاح وحالك يتغير وقع بس تدلك راسك وكل ما تنذل تاخذ اكثر رادونا نبيعك يا محمد وبالدولار نبدل المنبر انا صفقه حلوه. قالوا لي ابن السيد هاجر ما يرجع بسك تتصور وقع ندفع لك ما تطلب ترتاح وحالك يتغير وقع بس تدنق راسك وكل ما تنذل تاخذ اكثر رادونا نبيعك يا محمد وبالدولار نبدل المنبر.